Salu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alayhi wa ala alihi. Tajalla al-haqq fi 'alami qudsihi al-wasi'. Tajalla al-qadaru bi sharri fadlihi fil qalbi fil qareeb wal shasi'. Falahu al-hamdu alladhi la tanhasiru afraduhu bil ajdad. Wa la yumallu taqraruhu bi kasrati al-asdad. حيث أبرز من عالم الإمكان صورة هذا الإنسان يتشرف بجد ثقلا وتنتشر أسراره في الأكوان فمن سرت صنع بالقلبون إلى من سواد لفضل الله على هذا الحبيب يا قلب سروره قد دوانا لحبيبنا عم الأمان نوالا جل من شرف الوجود بنور ظهر الكون بهجة وجمالا قد ترقى في الحسن الأعلى المقام وتناهى في مجده وتعالى لاحقته العيون بمجدلته بشرا كاملا يسيه الضلالا وهو يفضل من الضرات ورفعة في شؤونه وكمالا فسبحان الذي أبرز من حورة من جلال ما يجز أنفس به اللسان ويحار في تعقل معنى الجلال اتجرى منه في عالم البطن والظهور ما ملأ الوجود الخلقي ينور فتبارك الله من إله كريم بشر الآيات بالذكر الحكيم ببشارة لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فما رفع جلوات بشارة وتلقى بقلب سليم وقد هدي إلى صراط مستقيم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا ومحمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وحين قرب أوان وعدي هذا الحبيب أعلنت السماوات والأرض ومن فيهن بالترحيب وأمطر الجود إليك على أهل الرجل تزد وأنزلة الملائكة بالباشرين بالتبشير للعالمين تعد سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر والكبرى تكشف فيما هذا المسطور يبرز نورك من انفعال الدهور نورا فاق كل نور وقد الحق حكم على من اتاه الله عليه النعمات من خواص الامه ان ينظر عند وطي الامه تانيسا لجنابها المسعود ومشاركه لها في هذا السمات الممدود فأمرت بتوفيق الله سيدة مريم وسيدة آسيا ومعهما من الحور العين ما قسم الله له من الشرف في القسمة الوافية
فأدره كنا ليرتب الله على صدوره وجود هذا المولود فانفنق صبح الجمال من النور على عود وبرز الحامد المحمود مبعيدا لله بالتعليم والسجود محل القيام صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم يا نبي السلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله محمد
الحسين صلى الله عليه يا نبي يا رسول الله أهدى بك النبي كان سعاد وبجاه إلهي جد وبلغ كل ما فصل صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم سبيني يا الله كيدي مستعد مرشد يا الله ربي واغفر لي ذنوبي يا الله إليك الهادي محمد يا الله ربي بلغنا بجاهي يا الله خير مدعي يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهدي محمد يا الله وصلاة الله بهشا يا الله أشرف الرسل محمد يا الله فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهدي محمد يا الله ويا الباجر علينا إن سيئات الوجه وجمال الشكر عليك يا
صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. وحين برز صلى الله عليه وسلم من بطن أمه برز رفع ضرفه إلى السماء قوميا بذلك رفيلا أن له شرفا على مجده وسماء. وكان وقت مولد سيد الكونين من الشهور شهر ربيع الأول ومن الأيام يوم الاثنين وموضع ولادتي وقبره بالحرم. وقد ورد أنه صلى الله عليه وسلم ولد محتونا مكحولا مقطوع سره تولد ذلك لشرف عند الله عيد القدرة. ومع بروز إلى هذا العالم ظهر من العجائب ما يدل على أنه أشرف المخلوقين وأفضل الحبائب. فقد ورد عن عبد الرحمن بن عوف عن أمه الشافعي رضي الله عنهما قالت لما ولدت أمينة رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقع على يدي فاستهلا فسمعت قائلا يقول رحمك الله أو رحمك ربك. قالت الشفاء فأضعذب ما بين المشرق والمغرب حتى نظرت إلى بعد كسر الروم. قالت ثم ألبسته وأبجعته فلم أنشب أن غشيتني ظلمة ورعب وقشاررة عن يميني فسمعت قائلا يكون أين ذهبت بي. قال إلى المغرب فأسمر ذلك عني ثم عاد الرعب والظلمة والقشاررة عن يساري فسمعت قائلا يكون أين ذهبت بي. قال إلى المشرق قلت ولم يزل الحديث مني على بال حتى العذاب الله. فكنت من اول الناس اسلاما فقد ترجمت السنه من عهد الموجزات وما اجر الالات البينات فيما يكتب عن الشرف عند مولاه ان عنايته بكل هندما فانه الذي الى الصراط المستقيم. اللهم صل وسلم اشرف الصلاه على سيدنا وكبيرنا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه يا رسول I'm
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين في مسجده يا رب العالمين كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه سبحانك لا نقصي ثناء عليك انت كما سميت على نفسك لك الحمد حتى تعرف الحمد يا ربي لك الحمد بعد الرحمن اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الاولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الاخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت المخلوق وصل وسلم على سيدنا محمد في الملائكة الأعلى إلى يوم الدين وصل وسلم على سيدنا محمد حتى جدت الأرض من عليها ولما نظم الفكر من درامه العصر في محمد يجعله ذات وجهه إلى الله متوسلا بالسيد وحبيب محمد صلى الله عليه وسلم يجعل سعي فيه مشكورا وفعلي فيه محمودا ويجب عملي في الأعمال المقبولة ودوجهي في التوجهات الخالصة للصلاة الموصولة اللهم يا من إليه تتوجه بالآمال الدعم الغافرة وعلى من يرزق تحب الخالق والشهادة منه الفيضان الغامرة نتوجه إليك بأشرف الوسائل لديك سيد المرسلين عبدك الصادق الأمير سيدنا محمد الذي عمت رسالته للعالمين أن تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة مستودع أمانتك وخوفي لسرك وحامل راية دعوتك الشاملة الأب الأكبر المحبوب لك والمخصص بالشرف الأفخار في كل موطن من مواطن القرب والمظهر قاسم ذلك في عبادك والساقي في وسر شهدك بأهل بلادك سيد الكونين واشرف الثقلين الملك المحمود الخالص المخصوص منك بأجل الخصائص اللهم صل وسلم عليه وعلى اله واصحابه ولحضرة اقترابه واحبابه اللهم إنا نقدم إليك جاهد هذا النبي الكريم ونتنزل إليك بشرف مقامه العظيم أن تلاحظنا في حركاتنا وسجناتنا بعين نيتك وأن تحفظنا في جميع أقوالنا وتقبل باتنا بجميع رعايتك وقصير قرايتك وأن تبلغنا من شرف القرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية آمالنا وتتقبل منا ما تفرقنا فيه من نياتنا وأعمالنا وتجعلنا في حضرة هذا الحبيب من الحاضرين وفي مقرات اتباعه من السالكين ولحقك وحقه من المؤجين ولعهدك من الخافضين اللهم إن لنا أطماء في رحمك الخاصة ولا تخرجنا ودوننا جميلة فيه وسيلتنا إليك فلا تخيبنا آمنا بك وبرسولك وما جاء من الدين وتوجهنا به إليك مستشفعين أن تقابل المذنب منا بالغفران والمسيء بالإحسان والسائل بما سأل والمؤمل بما أمل وأن تجعلنا ممن نصر هذا الحبيب ووازره وواله وظاهره وعم بركته وشريف جاته أولادنا ووالدينا وأهل قدرنا وواجينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهات وهدم رأي الدين القوم في جميع الأقطار منشورة ومعالم الإسلام والإيمان بأهلها معمورة معنى وصورة واكشف اللهم كربة المكروبين واقضي دين المدينين واغفر للمذنبين وتقبل توبة التائبين وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين واقفي شر المعتدين والظالمين وبسط العدل بولاة الحق في جميع النواحي والأقطار
وأيدهم بتأييد من عندك ونصر على المعاندين من المنافقين والكفار واجعلنا يا رب في حسن الخصيم من جميع البلايا واجعلنا يا رب في حسن الخصيم من جميع البلايا واجعلنا يا رب في الحسن الخصير من جميع البلايا وفي الحبس المكين من الظنون والخمن الظنود والخطايا واتمنا في العمل بطاعتك والصدق في خدمتك قائمين وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين واهدم لنا منك بخير اجمعين وصلي وسلم على هذا الحبيب المحبوب من السامع الأرواح والقلوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين فضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين استغفار الفاتحة. Yeah.